اهلا بكم. قررت ان انا اعمل دولاب للفضيه بحيث ان هو اشيل فيه بقى كل الحاجات بقى بتاعت البيت، بقى ست البيت، من مونيكرات بقى وشامبوهات والحاجات دي كلها نصفيها خالص، علشان طبعا مناظر التسريحه والحاجات دي كلها فوقيها بتبقى يعني مش تمام، خصوصا لو في اطفال بيقعدوا ياخدوا الحاجات دي وممكن يحطوا اي حاجه في بقهم حتى وان كانت مضره. كمان مهم جدا ان انا طول عمري بكره جدا موضوع ان يبقى في شكمجيه او علبه صفيح كده للاكسسوار، بيبقى يعني بتبقى في منتهى السخافه، الحلقان على الغوايش، على المعرفش الخواتم، على السلاسل والكلام ده كله. فقررت ان انا اعمل فيها جزء برضه يكون كل حاجه متعلقه ومترتبه ومهندمه وتقدر تشوفها من بره او من جوه، الموضوع يكون زي الفل. طيب عشان ما اضيعش وقت في الفيديو، لان يعني فيديوهات النجاره اغلبها بيطول جدا، فانا قصيت 4 قطع خشب، 2 للجنب و2 سقف وارضيه، اللي هم البرواز او الشيب نفسه، العظم بتاع الوحده بتاعتي هتكون عمق 30، عرض 40، ارتفاع 80، او المقاسات اللي حضراتكم تفضلوها، اي مقاسات مش فارقه معايا. وسريعا سريعا كده هقفلهم واجمعهم مع بعض باستخدام كلمبات الزاويه والكلمبات العاديه والمسامير سن الساق 3.5، والغيره هجمعهم مع بعض زي ما شفنا في كل الفيديوهات. الموضوع بسيط جدا، يلا بينا. وكمان دهنت الخشب كله بالسانيتون، ممكن تدهنه بالسيلر، ولو انت عايز تجزيعة الخشب تبان سيلر ودهان او سيلر ولون، او لو عايز لون عادي يبقى بالسانيتون اي لون مرغوب فيه، دي بتاعتك بقى مش بتاعتي. دلوقتي انا همشي الليد هنا اهو، فبقى محتاج اعمل خلع هنا وخلع هنا علشان الليد يعدي من عليه. فهنشوف هنثبتهم مع بعض ازاي ويكونوا جامدين عشان يستحملوا بقى الشنبات والكلام التقيل ده. الاول نقلب على الظهر ونثبت الظهر بتاعنا ام دي اف او ابلكاش. انا هعمل حاجه، هجيب ابلكاش، كان ابلكاش سه من الانواع القويه للابلكاش، وفي الابلكاش بقى هحط غيره.
والباقي ده اجيب له حته ابلكاش لوحده. كده انا اشتغلت بقطعه الابلكاش، لكن برضو الحته دي مش هتبان، يعني هي قويه وكل حاجه لكن المشكله بتبقى في ان هي تبان. انا عندي مش هتبان لان المكان ده هو اللي هيتحط فيه رف بالعرض، وبالتالي انا هحط الرف على مكان الابلكاشه دي بالظبط نص في نص كده، وهدبس الابلكاشه من ورا ان كان دي ولا دي في الرف، وتبقى الدنيا تمام. الرف ده بقى نفسه علشان مكان الليد، فانا مش هعمل الخلع ده دلوقتي، انا هعمل الرف ده زبطين وهيتركب عليه، حتى مش لازم ادبس الابلكاش من ورا، هو سليم وثابت وزي الفل كده من غير اي حاجه. بعد كده افصل بقى الابلكاش، الابلكاش بيتفصل بالقطر عادي خالص او بالمكدة. بكل سهولة هجيب الخشب اللي هعمل بيه السدايب، هاخد الخشب دي كلقطة كده واحط عليها السدايب وامسمرها. تمام وزي الفل. الناحية التانية مهم جدا ان انت تخلي السدابة بتاعتك دي اقصر من الرف. ليه؟ لان احنا قلنا ان لسه فيه ليد هيمشي، مش عارفين هيمشي من انهي حتة، فمش عايزينه يعاند في السدابة او السدابة تعاند فيه، عشان كده انا ارده لورا شوية. نيجي دلوقتي نعلق الرف هنا كده. طبعا الرف ده كده انا هضطر اضربه بمسامير 7 سم من الجنب، فهيبقى من بره ضعيف، فمش هتعرف تحط عليه شنباط او اي حاجه تقيله. فهعمل ايه؟ هعمل له دعامه زي عمود كده او حاجه من تحت كده كده اهو. وهو دلوقتي لو اتثبت من الجنب او لو خد سدابه حتى من هنا اهو، هو ثابت وزي الفل، اقدر اضغط عليه زي ما انا عايز، لان هو بقى خشب في خشب دلوقتي زي الفل. طيب وهركب رف تاني هنا، الرف التاني ده برضه هيبقى ضعيف، هعمل ايه؟ هعمل له دعامه شد من هنا لهنا، يعني في حاله ان انا هثبت الرف ده هعمل له دعامه شد من هنا لهنا. طب انا لو مش عايز اثبت الرف ده لاي سبب إن كان، اعمل ايه؟ اعمل واحده تانيه من دي، يعني دي تبقى كده، وبعدين واحده تانيه ترفع التاني، ترفع الرف التاني. تعال نشوف مع بعض. والتانيه هتبقى دي اللقطه بتاعتها بس من الناحيه التانيه. دي اللقطة الأولانية، ودي الرف، ودي اللقطة التانية، واضغط عليهم ما تسيبهمش مريحين، اضغط عليهم كده. ثبتها بالمسامير وارجع لكم.